مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نهاية ماطرة لشهر رمضان المبارك، انخفاضات متتالية على درجات الحرارة، وأيضا حالة من عدم الاستقرار الجوي يوم الثلاثاء، ويوم العيد أمطار وانخفاض واضح على درجات الحرارة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تبين الأماكن التي سيحدث فيها الهطول. بنلاحظ أنه مساء يوم الأحد وليلة الأحد على الاثنين قد يحدث هناك بعض الهطولات في أقصى شمال غرب المملكة، لكن بعد ذلك يتوقف الهطول، ويوم الاثنين صباحا وأيضا أثناء النهار يتوقف الهطول، لكن يتجدد الهطول ليلة الاثنين على الثلاثاء بإذن الله، يبدأ في المناطق الشمالية، ويوم الثلاثاء ينتشر تقريبا في معظم مناطق المملكة، خاصة بعد ظهر يوم الثلاثاء ومساء يوم الثلاثاء وأيضا يوم الأربعاء بإذن الله. أما الخرائط التي تمثل درجات الحرارة، فنلاحظ أن اللون الأخضر هو الأكثر برودة، اللون الأصفر أكثر حرارة، والأحمر الأكثر حرارة. فبنلاحظ أن المملكة ستتأثر بانخفاضات متتابعة على درجات الحرارة، ويوم مساء الثلاثاء والأربعاء ستتأثر بمنخفض جوي من الدرجة الثانية وكتلة هوائية باردة بإذن الله. وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء باردة نسبيا، غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، ودرجة الحرارة الصغرى 9 درجات مئوية، والرطوبة بحدود 68%. أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، يوم الاثنين انخفاض على درجات الحرارة، أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط بعض الأمطار أو زخات متفرقة من المطر خاصة في شمال المملكة، وبالذات بعد ظهر يوم الاثنين ومساء يوم الاثنين وليلة الاثنين على الثلاثاء. وليلة يوم الاثنين أو يوم الاثنين ليلا بتكون الأجواء أيضا باردة نسبيا، غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر. يوم الثلاثاء تنشط الرياح وتكون مثيرة الغبار والأتربة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا، وتزداد فرص الأمطار بعد ظهر يوم الثلاثاء ومساء يوم الثلاثاء وليلة الثلاثاء على الأربعاء. أجواء باردة نسبيا، غائمة جزئيا مع أمطار على فترات، العظمى 18 والصغرى 11. اليوم الأبرد هو أول أيام العيد، كل عام والجميع بألف خير. بنلاحظ انخفاض واضح على درجات الحرارة، حيث تتأثر المملكة بمنخفض جوي من الدرجة الثانية وكتلة هوائية باردة، يؤديان إلى حدوث انخفاض واضح على درجات الحرارة وسقوط زخات رعدية من المطر. زخات الرعدية تكون يوم الثلاثاء وجزء أيضا من يوم الأربعاء. يوم الثلاثاء بتكون الأمطار أحيانا غزيرة، قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. الأربعاء أجواء باردة، غائمة جزئيا إلى غائمة، وأمطار على فترات بإذن الله، ودرجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 11 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق الشمالية، أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط أمطار على فترات بإذن الله. إربد العظمى المتوقعة 20 والصغرى 11، عجلون 17 والصغرى 10، جرش 21 والصغرى 12، المفرق 22 إلى 13 درجة مئوية. أما المنطقة الوسطى أيضا أجواء غائمة جزئيا مع فرصة بعض الأمطار المتفرقة، البلقاء 19-13، مأدبة 19-14، عمان 19-13، البحر الميت 28-20، والزرقاء 22-15. أما المنطقة الجنوبية أجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة، والكرك 20 العظمى والصغرى 13، الطفيلة 20-13، الشراه 18-11 درجة مئوية، العقبة 28
20 إلى 17 وامعان 21 إلى 13 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية أجواء مغبرة أحيانا وغائمة جزئيا، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في الأزرق 26 والصغرى 16، الصفاوي 24 والصغرى 13، الرويشد العظمى 25 والصغرى 13 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع